ومن مؤتمر ائتلاف دعوة مصر والذي يعقد في محافظة الدقهلية، وكان يتحدث فيه النائب محمد السويري عن جملة التحديات التي خاض غمارها الرئيس السيسي على مدى السنوات الفائتة، سواء كانت تحديات مرتبطة بالجانب الأمني أو بعض التحديات الاقتصادية التي تم معالجتها وفقا لحديث النائب محمد السويري بجملة من المشروعات التي تمت في قطاعات الطاقة وفي غيرها من قطاعات البناء التحتية والتي بدأت تؤتي ثمارها. نتحول مع حضراتكم الآن من الدقهلية مباشرة إلى محافظة القليوبية وتحديدا في منطقة الخصوص، إذ ينظم حزب مستقبل مؤتمرا جماهيريا لإعلان دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. نتابع. أكرر الترحيب بكم مرة أخرى، وأرحب بالسادة أعضاء مجلس النواب، أرحب بالنائب عمرو الأشقر، كما أرحب بالنائب حسين عشماوي، وأرحب بالإعلامي والنائب أحمد بدوي. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ومصر الآن تخوض معركة وتحديات عديدة، معركة كما أرحب بالنائب الدكتور محمد سليم، معركة تدور رحاها في سيناء التي سالت الدماء لاستردادها في ملحمة شهد لجيشنا فيها العالم أجمع في حرب أكتوبر 73. أرض الفيروز التي ارتوى ترابها بمزيج من دم محمد ومينا، الآن وفي هذه الأثناء قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في معركة في البر والبحر والجو لتطهيرها من دنس الإرهاب الأسود الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي. شهداء من أبطال رجالات القوات المسلحة والشرطة يقدمون أرواحهم فداء لشعب مصر ومن أجل أمن مصر واستقرارها، فهنيئا لهم بالجنة. أرقام مفزعة تعرضها لنا بيانات القوات المسلحة في عملية سيناء 2018 عن أشخاص وعتاد وأسلحة ومعدات ومخابئ تم تدميرها، تؤكد أن المولى عز وجل قد أنقذ هذه البلاد وأهلها من كوابيس فظيعة كنا سنستيقظ عليها لو تمكنت هذه الجماعات الإرهابية من الوصول إلى الداخل. وتؤكد أيضا أننا لا نواجه جماعة إرهابية واحدة، ولكننا نواجه جماعات إرهابية، بل نواجه كيانات خارجية رصدت أموالا طائلة من أجل أن تهدم أمن واستقرار مصر. فمصر لها جيش يحميها، مصر بلد آمنة، وكيف لا تكون كذلك وقد قال المولى عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تابعنا مع حضراتكم إذن هذا الجانب من المؤتمر الذي يعقده حزب مستقبل وطن بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية لإعلان دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. سنعود مع حضراتكم إذن لمتابعة جديد التطورات فيما يتعلق بالمؤتمرات الانتخابية التي ينظمها كلا المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.